الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتنسيق والتشاور حول القضايا والشواغل الإقليمية. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للهيئة القضائية الذي صدر عنه قرارات تاريخية. مدبولي يعلن أن الحكومة تستهدف تطعيم 40% من السكان بلقاحات كورونا بنهاية العام الجاري. السابعة صباحاً الخامسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول القضايا والشواغل الإقليمية التي تواجه الطرفين. من جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن خالص تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية الناجحة بقيادة الرئيس السيسي والتي نتج عنها وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في ليبيا ودعم المرحلة الانتقالية الحالية وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في شهر ديسمبر المقبل. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للهيئة القضائية، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق. وفي اجتماع آخر مع وزير العدل، وجه الرئيس السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي. كما وجه السيسي الشكر للقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهامة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات. عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعا برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عبد الله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عبد الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار حماد الصاوي النائب العام والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، وهي بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1/10/2021، اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري، توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة، القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة، عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خارجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خارجي دفعة عام 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة. عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها. أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية والنهوض بالشأن القضائي. وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة. كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل. الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية. وقد استعرض السيد وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، سواء من حيث رفع كفاءة مقر وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المباني سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقني، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي. كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز تطبيق الربط الإلكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقر المحاكم على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس الشكر للسادة القضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهامة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات. منح البرلمان العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام القائد الذي يعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول، وأيضا تقديرا لجهود الرئيس السيسي الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع قضايا الأمة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومن ناحية أخرى على صعيد مسيرة التنمية والبناء في مصر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد منح السيد الرئيس وسام القائد الذي يعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول. يشرفني أن أتقدم إلى مقام فخامتكم الكريم باسمي وباسم أعضاء البرلمان العربي باسم آيات الشكر والتقدير لتقديم وسام القائد إلى فخامتكم، عرفانا من البرلمان العربي بدوركم الرائد في الدفاع عن القضايا العربية وجهودكم المقدرة ومواقفكم المشرفة والمشهود لها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. إن البرلمان العربي بهذا الوسام الذي نتشرف اليوم بتقديمه لفخامتكم ليبعث برسالة شكر وتقدير إلى فخامتكم، فقد كنتم خير داعم للأمن القومي العربي في أحلك الظروف التي مرت بها الأمة العربية على مدار السنوات الماضية. لذلك لم يكن مفاجئا لنا وللعالم المواقف العروبية المشرفة والتحركات الجادة والسريعة التي قمتم بها فخامتكم
لنصرة الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن تقديم الدعم الصحي والإنساني والمساهمة الفاعلة في إعادة أعمار الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال، وكذلك رعاية فخامتكم الكريمة لملف المصالحة الفلسطينية بهدف توحيد كلمة الأشقاء الفلسطينيين، وهو ما يجسد الدور الريادي والسباق لجمهورة مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية. وهذا ما اتضح أيضا في ملف الأزمة الليبية الذي حظى بدعمكم وتواجدكم على الساحتين العربية والدولية لحل أزمة الأشقاء الليبيين ودعمهم في إعادة بناء دولتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية. وتوفيق من الله تعالى وبجهود مخلصة ودؤوبة لم تتوانوا عنها لحظة واحدة، ربحتم فخامة الرئيس جميع هذه الرهانات داخليا وخارجيا، وأثبتت تطورات وتلاحق الأحداث العالم أجمع رجاحت مواقفكم النبيلة والشريفة وصدق إخلاصكم وتفانيكم في العمل، وقد دعمكم وساندكم في ذلك شعب عريق لا يعرف معنى للتراجع أو الاستسلام، ولقبكم عن جدارة واستحقاق بصانع النهضة المصرية الحديثة. فخامة الرئيس، إن الدعم الكبير الذي تقدمونه فخامتكم للبرلمان العربي على كافة المستويات يمثل قوة دفع كبيرة لمنظومة العمل العربي المشترك، ويعزز من دور البرلمان العربي كشريك فاعل في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين الشعب العربي الكبير. لذلك فإن تواجدنا هنا اليوم ليس فقط تكريما لشخص فخامتكم بقدر ما هو تشريف للبرلمان العربي. ختاما أسأل الله عز وجل أن يمن على مقام فخامتكم الكريم بموفور الصحة وتمام العافية لمواصلة دوركم الوطني والقومي الهام لخدمة الأمة العربية، وأن ينعم على جمهورية مصر العربية وأمتنا العربية بالأمن والأمان والتقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي أن أنا يعني أقول لك بداية يطيب لي أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لي من البرلمان العربي، واسمح لي أن أنا أوجه كل تقدير واحترام ومحبة للبرلمان العربي بكل أعضائه، وأثمن غالياً وعالياً هذه اللفتة الكريمة الرائعة، واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون أهل لهذا الاستحقاق. وعايز أقول أن إحنا مقدرين البرلمان العربي في إطار أنه هو يعكس إرادة البرلمانات العربية كلها بالكامل، وبالتالي كمان دعمنا الكامل للبرلمان ودوره الكبير في العمل العربي المشترك. أنا برحب بيكم وبشكركم وأرجو إبلاغ تقديري واحترامي لكل الأشقاء في أعضاء البرلمان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم إيقاف عجلة الاقتصاد المصري، وقال خلال مؤتمر صحفي إن 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا من 6 ملايين تم تسجيلهم للحصول على لقاح، مؤكدا أنه سوف يتم البدء في توفير مجموعة من اللقاحات من خلال المصانع المحلية بالتعاون مع الشريك الأجنبي بهدف حصول 40% من الشعب المصري على لقاح كورونا مع نهاية العام. الدولة الحمد لله النهاردة طبقا للمؤشرات أعتقد النهاردة مع نهاية اليوم هيكون في 2.5 مليون مواطن تلقوا اللقاح، ودول من حوالي 6 مليون بدأوا يعني يسجلوا لرغباتهم لتلقي اللقاح. وطبعا الموضوع مرتبط بالكامل بتوفير اللقاح اللي موجود عندنا واللي احنا كنا بنستورده وما زلنا هنستورده من الشركات العالمية اللي معتمدة اللقاحات بتاعتها من منظمة الصحة العالمية، ولكن أيضا الحكومة المصرية أخذت خطوة مهمة جدا ببدء التصنيع المحلي لعدد من هذه اللقاحات المعتمدة عالميا، وإن شاء الله شهر يونيو هيشهد بإذن الله بدء إنتاج أول مجموعة من اللقاحات من خلال المصانع المحلية اللي موجودة النهاردة بالتعاون مع الشريك الأجنبي، ودي هتبقى خطوة مهمة جدا لأن الحقيقة إحنا لدينا مستهدف يعني بنبذل فيه كل الجهد ان احنا نكون بنهاية العام الحالي عام 21 نكون يعني ادينا اللقاح لنسبة لا تقل عن 40% من الشعب المصري، وده تحدي كبير جدا بنعمل عليهم على مدار اليوم علشان فعلا نؤمن اكبر حجم من اللقاحات
للمواطنين المصريين، سواء اللي هيبقى منتجة محليا أو اللي احنا بنستوردها من خلال الشركات العالمية المعتمدة. أكدت وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد أن الاقتصاد المصري حقق معدلات إيجابية بالرغم من جائحة كورونا. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز قالت السعيد إن قطاعات الاتصالات والنقل والزراعة حققت نجاحات خلال الفترة الأخيرة، وأضافت أن قناة السويس حققت خلال إبريل الماضي الإيراد الشهري الأعلى على الإطلاق في تاريخ القناة. احنا مستمرين الحمد لله بفضل جهود كل مؤسسات الدولة أنه نفضل نستمر في معدلات النمو متزايدة وموجبة، رغم أن عدد حاجة عارفة عديد جدا من دول العالم بتحقق يا إما معدلات فيها انكماش بتحقق معدلات نمو سالب. أهم القطاعات اللي محققة طبعا زيادة مستمرة عندي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عندي قطاع النقل والتخزين، عندي قطاع الزراعة، قطاع الصحة، قطاع التعليم، كل دي قطاعات محققة نمو مستمر ومتزايد. الحاجة المهمة انه في انكماش كان في بعض القطاعات زي قطاع السياحة نتيجة الغلق التام كان او الجزئي للقطاع، وخصوصا النقل الجوي وحركة السياح. كل الانكماش ده بدأ ينحسر وبدأ ينخفض، وبدأنا الحمد لله نشاهد يعني مزيد من السياح، وبدأ حركة التباطؤ والانكماش اللي كانت في قطاع السياحة تنخفض بشكل كبير. الحاجة المهمة انه قناة السويس حققت خلال العام الماضي زيادة رغم الظروف الجائحة ورغم انخفاض في حركة التجارة الدولية بحدود 40% وفقا لمؤشرات الانكتات، الا ان احنا الحمد لله نتيجة السيناريوهات اللي تم وضعها وطرح البدائل المختلفة نلاقي انه مهم نقول ان قناة السويس حققت زيادة 16% في ابريل 2021 عن ايرادات ابريل 2020. قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الدكتور محمد خضر في منصب رئيس شبكة سي بي سي، وذلك في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. شغل الدكتور محمد خضر منصب أستاذ ورئيس قسم الإنتاج بالمعهد العالي للسينما، بالإضافة لكونه مدير عام قناة دريم منذ عام 2015 وحتى الآن، حيث عمل منتجا فنيا بريديو وتلفزيون العربي. كما تولى منصب مدير قطاع البرامج والإنتاج بقناة دريم عام 2013 ومدير عام قناة الحياة منذ 2013 وحتى 2015. بحث وزير الري والموارد المائية ياسر عباس مع فريق من الاتحاد الأوروبي سير مفاوضات سد النهضة. أوضح وزير الري السوداني خلال الاجتماع أن إثيوبيا غيرت موقفها من التوصل إلى اتفاق قانوني لملء وتشغيل سد النهضة، وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه، وهو ما يرفضه السودان بصورة قاطعة. أكد الوزير السوداني لوفد الاتحاد الأوروبي أن هناك آثاراً سلبية لسد النهضة على السودان، مشيراً إلى أن إثيوبيا رفضت مقترح توسيع مظلة المفاوضات التي يتولها الاتحاد الأفريقي بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وشدد وزير الري السوداني على ضرورة إحداث نقلة نوعية في المفاوضات لجعل سد النهضة منطلقا للتعاون بين الدول الثلاث وليس وسيلة للهيمنة السياسية.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب استمرار أزمة تشكيل حكومة تتصدى للمشكلة الاقتصادية. وفي كلمة له أوضح دياب أن الطبقة السياسية لم ترتقي لمستوى التحديات، مشيرا إلى أن لبنان بحاجة إلى حكومة قائمة تستكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما حذر من أن تداعيات الانهيار ستكون خطيرة على لبنان وعلى محيطه الإقليمي. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام واشنطن بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، فإن الوزير أوستن بحث مع ولي العهد السعودي عددا من ملفات الأمن الإقليمي، لا سيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، وكذلك الجهود الثنائية المستمرة لتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 951 حالة إيجابية بفيروس كورونا ووفاة 42 حالة جديدة. أوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية خالد مجاهد أنه تم خروج 668 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 193,491 حتى اليوم. تمكنت مبادرة كوفاكس لإتاحة لقاحات كورونا للدول الفقيرة من جمع 2,400,000,000 دولار من مانحين دوليين للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا. وبحسب بيان لقمة كوفاكس التي استضافتها اليابان افتراضيا، فإن المبادرة تسعى لتأمين لقاحات تكفي 30% من سكان العالم في 92 دولة تعد الأفقر، حيث يتم توفير التمويل لها من مانحين. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن قد يعلن خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل خطة واشنطن لتوزيع 80,000,000 جرعة من لقاح فيروس كورونا على مستوى العالم. وقال بلينكن خلال تجمع في السفارة الأمريكية في كوستاريكا إن خطة التوزيع الأمريكية ستتم بالتنسيق مع مبادرة كوفاكس الرامية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة، وستستند إلى الحاجة دون وضع أي قيود سياسية. افتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم معرض مبادرة صناعية مصر للتدريب على الحرف التراثية والتقليدية المصرية بمركز الهناجر للفنون، والذي يضم 105 أعمال تراثية تم تنفيذها في 26 محافظة. أكدت عبد الدايم استمرار جهود تفعيل مبادرة صناعية مصر التي انطلقت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف لخلق جيل جديد قادر على استعادة مكانة الحرف التراثية واليدوية التقليدية باعتبارها عنوانا للهوية.
استقبل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في القاهرة من جستاف هايلي، وذلك في نهاية فترة عمله في مصر. أشاد اللواء خالد فودة بمستوى التعاون المثمر بين برنامج الأغذية ومحافظة جنوب سيناء خلال الفترة الماضية. ومن جانبه أكد مدير برنامج الأغذية العالمي في تصريحات لإكسترا نيوز أن مصر لديها الخبرة الكافية لتشارك بها العالم فيما يتعلق بكيفية توزيع الطعام. في الحقيقة علاقة قوية بيننا وبينه هنا في محافظة جنوب سيناء، وفي تعاون قوي جدا كان موجود معاه أثناء فترة وجوده، وهو جه المدينة أكتر من مرة، وجي وزار شرم الشيخ وزار سانت كاترين، وكان في تعاون قوي جدا. وهو النهاردة بيجي أو جاي عشان يعني يسلم ويقول أنا ماشي، يعني في كده أصالة وفي حب. احنا طبعا يعني بنشكره على إن هو جاي يسلم علينا ويقول أنا ماشي وكده. فهو بيعشق البلد وبيعشق مدينة شرم الشيخ، وقعد 7 سنين في هنا في القاهرة وماشي لأنه راح منصب أكبر. يعني احنا بنرحب بيه مستر منجستاب، thank you coming here. Egypt is a beautiful country with مصر بلد جميل، وأصبحت بلدي الثاني، والذي بدأناه هنا في مصر سوف يعطي الكثير لأفريقيا، خاصة لنقل الخبرة المصرية في كل المجالات التي حققت فيها الدولة المصرية نجاحات كبيرة. سوف أدعو العديد من الأفارقة لزيارة شرم الشيخ وسانت كاترين، فمدينة سانت كاترين هي قلب كل الديانات، وأنا سعيد جدا بالتطوير الذي تم في شرم الشيخ. أما عن اليوم العالمي لسلامة الغذاء، فمصر لديها الخبرة الكافية لتشارك بها العالم فيما يتعلق بكيفية توزيع الطعام. شهد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشربجي بروتوكولين للتعاون بين الجانبين. البروتوكول الأول يهدف لإنشاء تطبيق صحفي إلكتروني تماشيا مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة في صناعة تكنولوجيا المعلومات. أما البروتوكول الثاني لتطوير البنية التكنولوجية لمؤسسة أخبار اليوم، إحدى المؤسسات الصحفية القومية. أكد وزير الاتصالات أن التوقيع يأتي في إطار التعاون من أجل تمكين المؤسسات الإعلامية من استخدام التكنولوجيات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الإعلامي. إنشاء شبكات للصرف الصحي وتطوير شبكات المياه ودخول الغاز الطبيعي، مطالب راودت أهالي قرية الرزيقات قبلي الواقعة بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر على مدار عقود، والآن على وشك أن يتحقق بعد إدراج قريتهم ضمن القرى التي سيتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. لا عندنا صرف صحي تمام، ولا عندنا غاز، وبعد كده بطاله. يعني هنا الاعتماد الكلي عندنا هنا على موسم القصب اللي هو ايه، العز مصنع السكر. الصرف الصحي عندنا ما فيش، غاز عندنا ما فيش، مباني الناس تعبانه. قريه رزقات بحر دي على شفا حفره، ليه؟
لان احنا بيارات الصرف الصحي كل بيت عامل بيار عند بيته، كل بيت عامل بياره قدام بيته، يبقى احنا عايمين على بحر ميه. سني 37 سنه، انا ما افتكرتش في سنه بسنين المواسير بتاعه الميه الرئيسيه اللي هي بتمد المنازل ان هي تغير، ودي مصيبه لان مش كل الناس هتركب فلاتر. يا ريت المبادرة تتم وتبقى مبادرة ناجحة بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين العمار للقرية وعايزين العمار للبلد وعايزين العمار لمصر كاملة يعني. وهي المبادرة جميلة بصراحة، يشكر عليها سيادة الرئيس نفسه والقائمين عليها وكل قضاء الدولة يعني. انتهت نشرة السابعة، والآن تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتنسيق والتشاور حول القضايا والشواغل الإقليمية. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للهيئة القضائية الذي صدر عنه قرارات تاريخية. مدبولي يعلن أن الحكومة تستهدف تطعيم 40% من السكان بلقاحات كورونا بنهاية العام الجاري. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. كنت معكم أنا سارة عبدالله، دمتم في أمان ورعاية الله.